أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. معكم رامي مصطفى، مدير شركة أمكسا لبيع الآلاف الحيوانية والمعدات البيطرية والفلاحية. اليوم وقعت شركة أمكسا مع جمعية جون ماروكان على اتفاقية شراكة لمدة سنة بيننا وبينهم باش تساهم في تطوير العمل الاجتماعي لجمعية جون ماروكان. بعد المناسبة كنشكروا السي أيوب كوزا على الحضور ديالو مع الطاقم ديال المكتب ديال الجمعية اللي ساهموا في هذه الاتفاقية اللي نتمنى أنها تدوم وتساهم في تطوير العمل الاجتماعي في المنطقة ديالنا. شركة أمكسا هي شركة اختصاصية في معدات تربية المواشي وفي الآلاف الحيوانات اللي تأسس منذ 2004 وكانت من بين الشركات الأولى في المنطقة، والآن الحمد لله عرفت التطور بفائدة انفتاحها على العالم الإلكتروني، وهي الآن عندها موقع اللي معروف على الصعيد الوطني. وكنتمنى بهذه المناسبة هذه الشراكة تدوم وتعطي مثال للفاعلين أخرين يساهموا في العمل الاجتماعي اللي احتاجته المنطقة ديالنا. وشكرا. السلام عليكم، أيوب كوزا، بريزيدون فونداتور دو لاسوسياسيون جو ماروكان مدينة جديدة. اليوم جمعية جو ماروكان كتعيش حدث استثنائي، وصراحة أيام الجمعية كاملة أحداث استثنائية، سواء بالقوافل اللي كنقوموا بها أو بالمبادرات الطبية أو بالقفاف ديال رمضان. علاش هذا اليوم استثنائي؟ كتعرف الجمعية اليوم توقيع اتفاقية شراكة ما بين الجمعية وما بين شركة أمكسا صاغل مدينة جديدة. الحمد لله شركة أمكسا صاغل أزيد من سنة وهي معنا شريك كدعم الأنشطة ديالنا. حاولنا ما أمكن وبتفاوض ما بيننا وما بين الشركة نوقعوا هذه الاتفاقية بصفة رسمية وطريقة رسمية. كان من هذا المنبر كنشكر شركة أمكسا صاغل على الثقة اللي وضعتها فينا من قبل من هذه الاتفاقية. كانت كتدعم بعض الأنشطة ديالنا بطريقة اللي هي ما كانتش نقدر نقول ما كانتش قانونية، ولكن كانت كتدعمنا وكتوضع فينا الثقة. وحنا في الإعداد ديال البرنامج السنوي ديال الموسم الخامس ان شاء الله العام الماجي نحاولوا ما امكن يتم الاشراك ديال الشركاء ديالنا ومن بينهم شركه أمكسا صاغل. والهدف ديال هاد الشراكات هادو وهما نحاولوا ما امكن تطعيم البرنامج السنوي ديالنا، وكذلك باش نحاولوا ما امكن فينونسيو داك لو بروغرام انويل ديالنا.